عودة القدرات العسكرية لحزب الله وما يحدث من تسارع في العمليات العسكرية. بنضم لنا من لبنان عبر السكايب العميد الركن أندري أبو معشر الطيار المتقاعد. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا فيك. يا هلا وصباح الخير معنا أستاذ أندري. اليوم يعني حديثنا بالبداية قراءتك لتكثيف حزب الله هجماته خلال اليومين الأخيرين وأين تأخذنا مسارات الحرب، خصوصا بأنه هل فعلا أعاد حزب الله توازنه بعد يعني عمليات الاغتيالات المتعددة خلال الفترة الماضية؟ صباح الخير لك ولمشاهدينك الكرام. يبدو أنه حزب الله استعاد إلى حد ما زمام المبادرة بعد الضربات التي تلقاها، الضربات الموجعة التي أدت إلى اغتيال أمينه العام، ضرب القدرات القيادية في الحزب، وإضافة إلى تدمير جزء كبير من ترسانته الصاروخية والقتالية. إنما يبدو أن حزب الله لا زال قادرا على الالتحام مع العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان، قادرا على إطلاق الصواريخ، قادر على إلحاق الضرر ليس فقط في المستوطنات شمال إسرائيل، إنما في العمق الإسرائيلي وصولا إلى حيفا وتل أبيب. وهذا وحده هو المؤشر إلى مدى صحة أو فعالية الخيارات العسكرية التي يعتمدها العدو الإسرائيلي. لأن العنوان الأساسي لهذه المعركة كان يريد نتنياهو ضمان عودة المستوطنين بأمان إلى شمال إسرائيل. صحيح. في المقابل أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حينها أنه لن يسمح بذلك، ونحن اليوم أمام هذه المعادلة. هل سيستطيع الخيار العسكري ضمان أمن المستوطنات وتدمير قدرات حزب الله، أو حتى إبعاد حزب الله ما بعد شمال الليطاني ليضمن عندها العدو الإسرائيلي ضمان أمن المستوطنات؟ هذا ما سيثبته الميدان، ووحده الميدان هو الذي سيحدد مسارات ومآلات الأمور في جنوب لبنان. نعم، يعني برأيك يعني هل مثل هذه الاستهدافات من حزب الله يعيد فكرة الردع لإسرائيل من الاستمرار في ارتكاب المجازر سواء في لبنان أو فلسطين، أو يعني بمعنى آخر هل لدى حزب الله اليوم وسائل ردع وليس فقط الصمود؟ قد يكون استخدام عبارة ترسيم إطار الردع قد تكون غير دقيقة في هذه اللحظة من المواجهة. عندما تقولين أن هناك ردع، يعني هناك إقناع العدو من عدم جدوى استخدام القوة العسكرية للذهاب إلى خيارات أكثر دبلوماسية. نحن في خضم استخدام الخيارات العسكرية، نحن هناك إطلاق غير محدود للخيارات العسكرية من الجانبين. نحن اليوم في حالة من عض الأصابع، يعني من يستطيع إلحاق الأذى أو التدمير أكثر في لدى الجانب الآخر علّه يقنعه بذلك من عدم جدوى الاستمرار بالقتال. يعني ليس من الضروري أن تنتصر المقاومة على إسرائيل، إنما إلحاق الضرر بالعدو الإسرائيلي بشكل يقتنع معها المجتمع الإسرائيلي أولاً والحكومة الإسرائيلية ثانياً أن الخيارات العسكرية لن تفضي إلى تحقيق الغايات السياسية أو الأهداف السياسية. وهنا نحن نتكلم عن عدم الترابط ما بين الأهداف العسكرية التي يجب أن تكون مقدمة لتحقيق الأهداف السياسية، وعندها سنقول أنه الانتصارات في العمليات العسكرية، الانتصار العملياتي سيؤدي إلى فشل استراتيجي لأنه سيعجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق الغايات السياسية النهائية. لا زال اليوم حزب الله قادرا على إمساك زمام المبادرة. كان متوقعا أن تتدحرج الأمور بشكل أنه يستطيع الجيش العدو الإسرائيلي الدخول بسهولة إلى جنوب لبنان بعد ضرب منظومة القيادة والسيطرة، بعد إبعاد 3000 أو 4000 مقاتل من حزب الله خارج العمليات القتالية، التي ضرب المنظومات القتالية ومنظومات الصواريخ ومنظومات الاتصالات. كل هذه الأمور كان يفترض أن تجعل من العملية البرية الإسرائيلية أكثر سهولة، بينما ما نشهده على أرض الواقع هناك صعوبة كبيرة في إحراز أي تقدم، وذلك على الرغم من امتلاك إسرائيل لقدرات فائقة، تفوق جوي، تفوق عسكري، تفوق تكنولوجي. هي تستطيع الدخول اليوم، يعني هي تستطيع مع الوقت تحقيق تقدمات، إنما هذا لم نتلمسه لغاية الطريق. طيب سيد أندري، يتم الحديث عن صواريخ أرض والحديث بأنها أطلقت من مناطق شمال لبنان، هل هذا منطقي أو أن حزب الله لديه مراكز في الشمال؟
حزب الله من 2006 عمل إلى إعداد مراكز قتالية، مراكز رمي على مختلف الأراضي اللبنانية وليس فقط في الجنوب. هناك كما تعلم هناك عدة ماديات للصواريخ، الصواريخ التكتية المتوسطة والبالستية، لذلك لا يمكن إطلاق صاروخ بعيد المدى من جنوب لبنان، قد يحتاج إلى إطلاقه من منطقة خلفية. هناك اشتباك على كامل المستويات، على مستوى التكتي عندما نقول صاروخ أرض أرض، يعني نحن نستهدف مجمعات عسكرية، دبابات المركافة، فصائل من الجيش البري التي تحاول التقدم، وهذا ممكن وهذا يحصل اليوم من مراكز قتالية موجودة داخل المنطقة الحدودية، كما هناك إطلاق الصواريخ من خارج المنطقة جنوب الليطان. نعم. اليوم يتعلم حزب الله من المواجهة، كما أن إسرائيل تتعلم أيضا من المواجهات. في 2006 صدر تقرير فينوغراد وعدد جملة من الأخطاء التي ارتكبتها إسرائيل، وهو اليوم يحاول العدو الإسرائيلي تحاشي الوقوع في هذه الأخطاء، هو يحاول تحاشي الدخول في مواجهة مباشرة فعلية بحيث يتم أسر أي من جنوده، يتحاشى دخول الطوافات. نحن لم نرى تدخل واضح للطوافات في هذه العمليات، وكأنه تم تحييد هذه الطوافات عن العمليات القتالية بسبب احتمال امتلاك حزب الله لصواريخ أرض جو قد تؤدي إلى إسقاط أي طائرة. يحاول العدو اليوم الإسرائيلي عدم إعطاء حزب الله أي فرصة لتحقيق نصر تكتي، يعني يؤدي إما إلى أسر جنود إسرائيليين أو لتدمير فاضح وفادح للقوى المتقدمة بشكل يؤدي إلى عكس مسار المعركة التصاعدية. يعني العدو الإسرائيلي من 27 أيلول لغاية تاريخه هو في تحقيق سلسلة من يعتقد سلسلة من الانتصارات أدت إلى ضعضعة حزب الله. أما اليوم هل تعتقد بأنه إسرائيل اليوم تتفاجأ بما يفعل حزب الله، خاصة يعني العمليات الأمس وأول من أمس، وهما يمكن أكبر هجومين من حزب الله، ونتحدث يعني بعد اغتيال السيد حسن نصر الله وعدد كبير من القيادات في الحزب؟ صحيح، كانت يفترض أنه الضربات التي واجهها الجيش العدو الإسرائيلي أدى إلى ضعضعة حزب الله، عدم قدرته على الوقوف، أو حتى إلى تراخي في عمليات القتالية. ما رأيناه هو بالعكس، وهنا نريد الدلالة على أمر ما في العمليات القتالية، إرادة القتال هي أهم من السلاح وأهم من أي شيء آخر. عندما يكون لدى المقاتل إرادة للقتال مقرونة بأنه الاستشهاد هو أصبح واجبا، يصبح مستوى القتال عالي جدا، وهو تختلف إرادة القتال عند المقاوم عن الجيش العدو. سيد أندريا، نعم، هذا أنا عذرا على المقاطعة، ولكن هذا يقودنا إلى سؤال، هل ما زال في جعبة حزب الله المزيد من المفاجآت على الصعيد العسكري؟ يفترض أن يكون هناك فعلا قدرات قتالية لم نراها بعد. يعني هناك صواريخ البالستية، يقال أنه يمتلك حزب الله صواريخ بالستية، نحن لم نشهد بعد أن هناك قدرات صاروخية من هذا النوع. 2، نحن لازلنا وكأن حزب الله لازال يعتمد على مبدأ أنه إعادة ترميم صورة الردع بين لبنان وإسرائيل، وإنما اليوم لم يعد الحاجة إلى ترميم صورة الردع، هنا بحاجة إلى إقناع اليوم العدو الإسرائيلي أن الخيارات العسكرية ستكون كارثية على الطرفين للذهاب إلى وقف إطلاق النار. يعني على المدى الطويل، على المدى الزمني، سيتعرض حزب الله للضرر والإصابات مباشرة. يعني اليوم نحن أمام منطقة عسكرية مكشوفة، تفوق جوي، لا يستطيع أحد التحرك، لا يستطيع أحد إعادة التزود بالتسليح أو باللوجستية أو حتى بالطعام. منطقة خالية من السكان، منطقة معزولة نهائيا. يعني كل يوم يمر هو سيكون خسارة سيشكل خسارة لحزب الله، لأنه لن يستطيع الصمود إلى ما لا نهاية. دائما هناك تقييدات في القدرات العسكرية، هناك تقييدات في مدى التشبث في المكان أو الصمود في المكان. وفي المقابل هذا الأمر نفسه بالنسبة للعدو الإسرائيلي. لذلك أنا قلت اليوم نحن أمام مرحلة عض الأصابع. من سيتوقف أولا؟ هل ستقتنع إسرائيل أن من عدم جدوى الذهاب إلى خيارات أكثر كارثية؟ طبعا حزب الله يمتلك قدرات
عليه اليوم إظهار أنه يمتلك هذه القدرات لتغيير مسار المعركة. لم يعد من المجدي التأخير إلى ما لا نهاية، لأنه نحن أصبحنا قاب قوسين من التدمير الشامل للجنوب. اليوم عدد الضحايا، عدد الجرحى غير ممكن تقبله. المجتمع اللبناني لم يعد قادر على تحمل الخسائر البشرية. هناك احتمالات نشوء نزاعات داخلية ضمن لبنان بسبب هذه الحرب، وعلى حزب الله أن يعي ذلك تماما والدفع باتجاه أنه الذهاب إلى الخيارات الدبلوماسية. لذلك من سيصرخ أولا؟ باعتقادي أنه الجميع سيكون متضرر، الجميع سيكون مأزوم، والجميع بحاجة لمن يتدخل لفرض الحلول الدبلوماسية، وهي ممكنة وهي سهلة وهي طبيعية. يعني اليوم نحن بنعرف أنه حتى بغزة هناك القرار 27-35 الذي حدد الإطار العام، والذي هو نتيجة لجهود الرئيس بايدن، أطار العام لوقف العمليات القتالية، التبادل الأسرى، والذهاب إلى إعادة الأعمار، من ثم الذهاب إلى حل الدولتين. هذا برأيي أنه الأساس الصحيح لأي حل دبلوماسي. ومتى انتهت العمليات في غزة يصبح الموضوع منتهي في مختلف على مختلف الجبهات. نعم، ويعني وهذا يقودنا إلى الموقف السياسي داخل إسرائيل، خاصة بعد تكثيف حزب الله هجماته الصاروخية على تل أبيب ومناطق أخرى والهجوم على القاعدة العسكرية في إسرائيل. كيف يتطور اليوم ويتحول الموقف السياسي داخل إسرائيل؟ بالأساس نتنياهو هو يقوم باستعراض عسكري أكثر من أنه غزو بري. هو يستثمر بكل هذه المحطات، إن كانت مؤذية أو كارثية بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي، أو أنها شكلت انتصارات. هو يستثمر بالانتصارات ويستثمر بالهزائم لزيادة شعبيته في ضمن المجتمع الإسرائيلي، ضمان سيطرته على الكابينت وعلى المعارضين ضمن الحكومة وخارجها. ثالثا، لابتزاز المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة. نحن نعتبر أن حتى هذه الضربات التي أصابت الجنود في مركز تواجدهم في حيفا لا ليس أصعب من حالة الأسرى. لذلك نرى حتى أن موضوع الأسرى بدأ بالتلاشي. يعني هو نتنياهو يعول على هذه الأمور لزيادة ترجيح الخيارات العسكرية. إنما سيكون هناك نقطة tipping point، يعني نقطة اللا عودة التي سيصبح معها أنه المجتمع الإسرائيلي متيقن من أن نتنياهو يشكل تهديدا وجوديا لدولة إسرائيل. بدي أشكرك كل الشكر سيد أندريا أبو معشر، الخبير العسكري والاستراتيجي، على هذه المداخلة وهذا الحديث ضمن برنامج بصراحة حول تطور الأحداث في لبنان على الصعيد العسكري وعلى الصعيد السياسي. كل الشكر لك سيدي.